مراجعة بنية أسعار غاز البوتان للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل سيد النائب المحترم مشكور يطرح السؤال. سيد شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، حول التدابير المتخذة لمراجعة الاختلالات التي تعرفها بنية أثمنة غاز البوتان نسائلكم وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، لكم الجواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، وربما ما بقاش اختلالات لان الان استيراد ديال الغاز محرر. بقى المشكل هو التكلفه وثمن البيع والنقل، هذو هما المشاكل اللي باقي الان في البنيه ديال، ومازال ما بناش شي اختلال، خاصنا نقضيو كاع على هذا الملف باش ما تبقاوش تقول لنا اختلالات ولا ما اختلالات. هذا الشيء ديال البطاقه خاصنا نساليو معاه، ولكن مع الاسف ما يمكن يكون الا تقريبا ما بعد 2020 ان شاء الله. شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب. تفضل تفضل لك تعقيب سيد الرئيس، تفضل. شكرا سيد الرئيس، وانا كنشكر السيد الوزير على التفاعل ديالو. لا غير خص يكون عندنا منطق. دابا هادشي درتو في المحروقات مهم جدا للبلاد، طبعا ماكينه مهمه استطلاعيه غتوقف على ما بعد التحرير. فيما يتعلق بغاز البوطان كاينه منكر كبير، 1995 كاينه بنيه الاسعار. هاد بنيه الاسعار اش كانت مبنيه؟ مبنيه ان الدوله هي اللي كتشري على برا، واحد الشركه كدير الاستيراد، وشركه كدير النقل، وشركه كدير التخزين، وهادو كلهم كتوزع بيناتهم الدعم ديال الدوله. في حين شنو وقع؟ نفس الشركة اللي كدير الاستيراد هي اللي كتنقل، هي اللي كتخزن، وهي اللي كتبيع، فكدي أربع ثلاثة ديال المراحل ديال الأرباح. أكثر من ذاك اليوم ما بقاش شركة اللي كتستورد، نفس الشركة هي اللي كتستورد، هي اللي كتنقل، هي اللي كتخزن، هي اللي كتبيع، بمعنى كدير لا فاكتور ديال اللي كتعطي صندوق المقاصة كتعطيه لها هي. نفس الشركة كتعطي راسها على الاستيراد، كتعطي راسها على البيع، كتعطي راسها على النقل، كتعطي راسها على التخزين. هذا منكر. 1995 اليوم 22 سنة، خص على الأقل من لا كنتم انتم ستتأخرون في التحرير، كيخص اليوم تحرير هذه البنية ديال الأسعار، خصها تتحرر الآن وخصها توقف، لأنه اليوم صندوق المقاصة فيه 13 مليار، 12 مليار ديال الدرهم كتاخذها غاز البوطان، هذا حرام. اليوم كيخصكم تاخذوا إجراءات سيد الوزير، حنا متأكدين بأنكم عندكم الإرادة، خصها يجب أن تؤخذ في بنية الأسعار في القريب العاجل، وما نتسناوش نهائيا أننا حتى 2021 عاد البنية ديال الأسعار نغيروها، خصنا نغيروها اليوم في انتظار التحرير التام إن شاء الله اللي خصو يكون في القريب العاجل، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل سيد، تفضل سيد الوزير، تفضل. لا حنا ما كرهناش السيد النائب، انا نحروها اليوم، ولكن بقات فينا هذيك المراه اللي كطيب في الزنقه عندها عيل بوطه هي راس مالها، وما دوك اللي كيجبدوا الماء 100 بوطه في النهار و80 بوطه في النهار راهما اللي واكلين البلاد، راه ماشي الفقراء. الفقراء تيستعمل البوطه ولا جوج، ولكن ما قديناش نقيسوا البوطه باش نحافظوا على الطاقه الشرائيه ديال الفقراء والشريحه المتوسطه. الى كاين شي قرار المغاربه نحيدوها من غدا. 13 مليار انا نوزعها على هاد الناس، ولكن مازال ما عارفش لمن نعطي لمن ما نعطي. انا معاك، ولكن ما واجدينش على اساس يكون واحد الاحصاء اللي ما يتضرش الفقراء. المشكل ديالنا الفقراء والشريحه المتوسطه الدنيا هي المشكل ديالنا، ومن غدا نسدو الروبيني ما عندنا مشكل.